البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. معكم اختكم رجاء من قناه الرجوه، شانل بنت قنيطره. شكرا للتفاعل ديالكم، شكرا للدعم ديالكم، شكرا لاي حاجه كتخليوها رجاء. ما تنساوش ما يطلع عليكم الفيديو كالعاده ديروا ليه جيم، وما تنساوش تابعوني على الانستغرام ديالي اللي هو الرجوه شانل. وشكرا شكرا لكم بزاف، كنفرح بزاف باللايكات ديالكم، كنفرح بزاف بالتفاعل ديالكم ليا، كنحماق عليكم. ما تنساوش تبارطاجيو القناه ديالنا باش نوصلوا ان شاء الله ل200 كا، كلشي يعني عند الله قريب. بزاف منكم قالوا ليا قبل غادي نهضر على واحد السوجي، بزاف ديال البنات دخلوا كيعايروا داك المره وكيقولوا صوفاجيه ولي شمكاره ولي وجهك ماشي ديك ديال داك الهضره. انا في الاول ملي كنت كندير لي فيديو ديالي كنت باقا كنحشم، كنت مازال ماشي عليكم. مع المده مع عام وانا فات على القناه ولفت عليكم، وليت كنضحك معكم الضحك اللي كنضحكوا مع خواتاتي. يعني انا هذيك راه ماشي هي هضرتي في الاصل. انا ملي كيتلاقاوني البنات المتتبعات ديالي كيقولوا لي حشوميه، انا ما كنقدرش نهضر كنبقى ساكته. فانا قلت ولفت عليكم نضحك معكم داك الضحك، نتوما خواتاتي، ولكن الاغلبيه ما بغاوش هكاك. فكنفضل انني نرجع رجوه القديمه، ومره مره يكون داك الضحك هذا الشيء اللي يعني عايرو بزاف. ولكن داك المعيور انا باش ما تقولوش راه ما كنسمعش ليكم، كاين اللي انتقد نقد بناء، كاين اللي كاين اللي عاير، ولكن انا كندير بالهضره ديالكم وكنسمع ليكم. شكرا لكم بزاف، حتى الناس اللي كيعايروني شكرا لهم بزاف. اللوك ديالي داير هاد التريبيس هذا اللي كتشريته من مارتير ب30 ياك ب30 وقيله، ولابسه هاد لاشيميز اللي نطلع لكم فوق السداري، هاد البيسة كنت خارجة وداك الشيء افيك اللوف، وصافي كنشوف المرايا هي قدامي. اليوم البنات نهضروا على الموضوع ديال الثقة في النفس. بزاف منا والأغلبية فينا ما كنكونوش تايقن في راسنا، بسبب كاين بزاف ديال الأسباب ديال اللي كتخلينا ما تيخوش في راسنا. بحال شي وحدة سمراء كتقولك أنا سمراء وأنا وجهي سمار وأنا اللي درتها وأنا مزبيناش، أو لا أنا شعري حراج، أو لا أنا ضعيفة، أو لا أنا غليظة، وكتكون منعدمة الثقة في الراس نهائيا. والورد غادي يطيح كالعادة ضروري من الكواليس ماشي مشكل. قلت لكم كتكون من عاد ما فينا الثقة في النفس لأسباب اللي هي أول حاجة كتعلق بالجمال ديالنا، كتعلق بالشعر ديالنا، كتعلق بلاطاي ديالنا. يكذب عليكم الكذبة البنات والله العظيم، أي وحدة فينا، وأنا براسي زدت في ديك المرحلة من اللي كنت ضعيفة شحال هادي، أولا من اللي كنت غلاضيت بزاف كنقول ويلي أنا شوف وليت غليظة، ويلي شفت وليت كنبان كبيرة، وما بقاش عندي الثقة في النفس. ومن اللي فتحت القناة ما كانش عندي الثقة في النفس بزاف، حيت كنت كنقول يضحكوا لي على سناني وسناني خايبين وما كنقدرش وهادي وهادي وهادي. فالحمد لله بما انني جيت اليوم غادي نشارك معكم تجارب ديالي في الحياه، غادي نقول لكم كيف ما كنتي. هادو واحد النقط اساسيين خاصنا نديروهم بين تعويناتنا. كيف ما كنتي اختي، كنتي سمراء، كنتي غليظه، كنتي رقيقه، بغي راسك كيما انتي، بغي راسك يا شعرك حرش يا شعرك رطب يا فك الحبوب يا رقيقه يا من الفوق غليظه ومن التحت ضعيفه، ربي خلقك هكاك. يعني اللي كيعايرك كيعاير الخليقه ديال الله، ما تسوقيش لحتى شي واحد كيما بغى يكون. الا بغيتي راسك كيما انت وتقسي في راسك كوني اكيده حتى شي واحد واخا يبقى يعاير حتى الصباح، كوني اكيده ما عمرو غادي يطيح لك المعنويات ديالو، ما عمرو غادي يطيح لك ديك الثقه في الناس اللي انت دايرها في راسك. كوني كتمشي في الشارع وشوفي في المرايه وقولي واو انا غزاله. وفعلا هاد القضيه كنديرها، كنكون غادي في المرايه كنقول ما شاء الله غزاله كنحمق، ماشي انا كي فيك العياقه ولا عجبني راسي، عجبني راسي حيت ربي خلقني هكا، خليقه ربي خاصها تكون عجباني، خصني نكون راضيه عليها كيما بغات تكون. يا سنادري خارجين، يا فمي واسع، يا ما كيفاش بغات تكون. اولا كنشوف بعض البنات كتجي ندير لي كومونتير وكتقول لي انا وجهي زراق وانا هذا معقدني. اولا واحد الميساج كان جاني من عند واحد اختي قالت لي، يعني المتتبعه ديالي كنقول لكم خواتاتي، قالت لي انا وجهي زراق ولي درتها ما كتجيش معاها ولي هادي ولي هادي، وانا ما تيقش في راسي. واش عباد الله ما غتيقيش في راسك حيت وجهك داير هكاك؟ ربي بغاك هكاك، انت عندك حقك في الزين. كنا زوينات، كنا ربي خلقنا زوينات، الحمد لله اننا كنشوفوا، الحمد لله اننا كنتمشاو، كنا ديرونجيتكم باسميتو، الحمد لله اننا كنشوفوا، الحمد لله اننا كنتمشاو، ان ربي عطينا الشعر كاين اللي ما كتكسبوش، ان ربي عطينا فم راه كاين مسكين اللي ما كيهضرش بيه، ان ربي عطينا عينين كاين اللي ما كيشوفش بيهم. انا ديما فيما كنخرج للزنقه وكنشوف شي واحد مسكين عمى ولا عرج ولا اي حاجه كنشوف في راسي وكنقول الحمد لله انا كامله مكموله، علاش ما غاديش يعجبني راسي؟ كانوا كيجيوني بزاف ديال الانتقادات وكيقولوا لي رجاء سنانك فمك، شي كومونتيرات كيكونوا يعني بنائين كنجاوبها وكنقول لها اختي ان شاء الله سناني غنصايبهم في الوقت المناسب، يعني ما نمشيش نسرق انا ولا نمشي ندير شي حاجه باش انا سناني. ولكن
نتوما اللي رجعتوا فيا الثقه في النفس. بزاف البنات كيقولوا لي اسمك مقادين زك، يعني واخا كنضحك كندير هكا كنديرها غير على هذا الفلجه اللي عندي هي اللي مقنطاني. اما الحمد لله دابا وليت عادي جدا، عجبني سناني عادي، نصايبهم ان شاء الله في الوقت المناسب والوقت اللي غادي يكتب نصايبهم نصايبهم. فبغيت نقول لاي وحده كتشوف شي وحده شارت شي حاجه غاليه في الانستغرام ولا في الفيسبوك كتعقد كتقول انا ماني ما عنديش، وانا اختي كيف ديما كنقول لك ثقي في راسك، حطي الهدف اللي انت باغا ديريه حطيه هنا وقولي غادي نوصل له في 4 سنين في 5 سنين في 3 سنين. حسبي راسك في التيران ديال الكره كتقاتلي ومعك اللعابه، خصك تماركي الهدف. الا ما ماركيتيش وتحتي وعاودتي تحتي وعاودتي تحتي غتخسري المره الاولى، تخسري المره الثانيه، واحد النهار غتماركي داك الهدف. الهدف البنات هو الخدمه او القرايه او بغيتي تزوجي بيان سيغ بالحب ديالك، راه هو هدف، راه الزواج هدف، حتى الحب هدف، حتى القرايه هدف، الحياه كلها اهداف. يعني ما نبقاش ناخذ الامور يعني بتفاهة، نقولوا لا الزواج ماشي هدف ولا اي حاجه ربي يعطيها لنا في الدنيا، والا لا تقاتلنا عليها ودرنا بزاف ديال الحوايج عليها ربي غادي يعطيها لنا. راه كيقول لك سبب عبدي وانا نعينك، ما يمكنش انت يا ناس وكتقولي انا ما عنديش الزهر، انا هادي انا هادي، لا ما عنديش كيفاش ندير نخدم، انا ما تيقش في راسي غيجروا عليا، لا انا ما عنديش كيفاش ندير، انا ما زوينهش، لا ما غاديش يقبلوني ديك الخدمه، انا ما كنعرفش نهضر. ثقي في راسك، دير دي فيديو ديال الثقه في النفس، دخلي قراي قراي كتوبه كيهضروا على الثقه في النفس، تفرجي في دي فيديو كيهضروا على الثقه النفس، راه شي حاجه بسيطه. او تاني حاجه اخرى، بزاف ديال البنات كيكونوا جالسين هكا في شي مجمع اولا مع العائله ديالهم، ما كيقدروش يقولوا الراي ديالهم، ما كيقدروش يثقوا في راسي، يقول لك لا انا غير قمعوني ديما، عطي كوني فارده الشخصيه ديالك، عائلتك، مع شريك الحياه، مع صحاباتك، فردي الشخصيه ديالك. ما عمرك راه انفوا بنادم كيف ما بغى يكون النوع ديالو، الى عرفك انك تربوشي ما تيقاش في راسك اقسم بالله غادي يطلع لك فوق راسك. ديما نكون كنتمشى في الشارع، بيان سور ما غاديش نكون كنتمشى دايره، كنتمشى في الشارع هازه كتفاتي وغاده بحال هكايا عادي جدا، ندخل لشي مجمع بغيت نعطي الراي ديالي، نعطي الراي ديالي ونقول داك الراي ديالي يكون عاجبني زوين، نهضر ما نقولش لا ما غاديش يعجبهم غيضحكوا عليا، يضحكوا عليك ماشي مشكل، الضحك اللي غيضحك عليك يضحك على راسه هو الاول، عادي يضحك عليك نتيا. كوني اكيده انك هادو هما اسباب السعاده ديال البنت، ملي كتكوني غاده في الزنقه غاده مع حبيبك اولا غاده مع خطيبك اولا غاده مع هادي، كتكوني غاده ومقروصه كتقولي ناري دوك البنات ناري غيشوف، لا لبسي وتقادي وكوني انيقه مع راساتك وفردي الوجود ديالك وتمشي انت ويا في الشارع وانت هازه راسك للسماء، وحتى شي واحد ما كيتسالك شي حاجه، اللي كيتسالك شي حاجه يجي يعطيها لك، غير هي ما تكونش داك الثقه في النفس زايده عن اللزوم اللي كتكون تتولي عياقه وتولي تكبر، لانه من تواضع لله رفعه. حاجه اخرى او ثاني، كما قلت لكم نرجع للموضوع ديال اللبس، انا ما عنديش حوايج بزاف، انا معقده، انا ما كنقدرش نثق في راسي حيت ما عنديش ساك اوريجينال، انا ما كنقدرش نثق في راسي حيت ما عنديش عكرك اوريجينال، انا ما كنقدرش نثق في راسي حيت ما عنديش كذا. اختي لبس غير قوي ميجا ولبس سريويل ونمشط غير شعيري، ما ندير لا ماكياج لا والو، ونكون غير تنعرف نهضر ونكون غير مؤدبه، وفيما ما تحطيت كنعرف يعني نسلك راسي، راه فيها الكفايه، راه الاخلاق اولا الثقه في النفس اولا الادب اولا القرايه اولا المهم هادشي كامل، راه ما كيتقاس لا باللبس، ما كيتقاس لا بجمال، راه كلشي كيمشي، راه كيبقى غير العقل ديال الانسان، تيبقاو الاداب تيبقاو الاخلاق. بغيت نقول لك انت اللي كتفرجي فيا ولا اي بنت، بزاف منكم جيتو عندي الانستغرام وقلتوا لي رجاء احنا ما كنثقوش في راسنا، ثقي في راسك، وكيف كنقول لك تهلاي في راسك لراسك، لبسي لراسك، شري لراسك، مشطي لراسك، كتعجبك حوايج جوطيه شري من حوايج جوطيه، عندك فلوس تشري من لي مارك شري من لي مارك، ما تخلي حتى شي واحد يسيطر فيك. عجبتني انا واحد التريكو عجبني عجبني، ما نسول حتى شي واحد عليه، ما نقولش شي واحد كي جاك هاد التريكو فريمون يا البنات، ما تخليو ما تسولوش من غير خوتكم والديكم، شي صاحب هيك شي هادي تقولي لها كي جاتني هادي، بيان سور الاكثريه كاين داك الغيره ما بين البنت وصاحبتها، كتجي كطيح لها المعنويات، لا لا ما جاك زوجتك تكون عاجبك، راه تقدري تقولي ليها ما جاك زوين بطريقه زوينه، هكا كتفقد الثقه في النفس ديالها. يعني بعدوا على الناس السلبيين، الناس اللي ديما كيحطموكم، الناس اللي ما باغينش يخليكم توصلوا، اسيري وديك الحاجه
انت بعدا غتوصلي ليها شتي انت والله ما غديريها، وها انت جبتي النقط شحال غديري، وها انت خدمتي اش غديري بهادي، ها انت تزوجتي اش غديري، ها انت قريتي غتقري حياتك كامله وغتاخدي بالناي، هاتي هادوك الناس السلبيين حاولوا تبعدوا عليهم ما امكن. انا قاعده حاجه عندي يا البنات هو الواحد يبقى يشكي عليا ديما وديما يبقى يدير ديال مشاكل وديما يبقى يحطمني. كانت عندي واحد صاحبتي والله العظيم البنات ما بقاتش صاحبتي دابا حيت ما صدقاتش، اكيد عندي مشكل مع الصحابات بزاف، الا بغيتو نحطهم لكم سرسبهم لكم في شي فيديو. ما تنساوش انكم توصلوا لي هذا الفيديو بزاف ديال لايكات عافاكم باش هكذا كتشجعوني وكنفرح بزاف. قلت لكم البنات كانت عندي واحد صاحبتي ديما شكاوي ديما شكاوي، راه واخا نكون انا ملاك راه اختي الا كانت كتشكي لي غتطلع لي في راسي، راه انا كنبغي الطاقه الايجابيه، كنبغي الناس اللي يزيدوا لي اضافات في حياتي، الناس اللي غادي ينفعوني، بعدوا البنات اللي من الصحبه اللي ما غتنفعك بوالو، كتبقى تعاود لك غير على الدراري، تعاود لك غير على الفيسبوك، تخربي في ديني نفيدك، كمليني ونكملك، انا ما لقيتش واحد ما عرفتش واحد الحاجه كمليها لي انتيا، ماشي تبقي تشكي عليا وتبقي تصدعيني في راسي وتطيح عليا الدم. راه كلنا الدم راه كلنا عندنا مشاكل، وتا شي واحد ما كيبغي يجي شي واحد يبقى يعاود ليه واخا تعاودي لي نتصنت لك مرحبا، ولكن ماشي ديما تبقي عليا بالمشاكل، ديما تبقي تعطيني الطاقه السلبيه. واه فهمتوا البنات؟ صافي هادشي اللي بغيت نوضح لكم، كنتمنى من قلبي البنات اي واحدة عندها شي مشكل في حياتها طرحوا لي، وانا ما عليا غير نهضر لكم لانني عندي تجارب بزاف في حياتي. ثقي في راسك، انتي ثقي في راسك اللي كتفرجي فيا، ثقي في راسك مزيان، قولي انا غزاله، انا فنه، انا سناني عجبني، انا ربي خلقني هكا، انا شعري هكا، انا سمره غزاله، انا بيضه زوينه، انا زعره هادي، انا شعري خفيف ماشي مشكل، ربي خلقني هكا، مرحبا اللي بغاني تقبلني بحبوبي بعيوبي بحبوبه نظريه هنا بضربه في وجهي بشعري منتوف في غيزانطيط واحد هي شعر زغبه واحده، تقبلي راسك كيما انتي، راه غادي تعيشي حياتك سعيده جدا، كوني غاده في الشارع وكوني ضاحكه ولعبه مع راساتك، ما تخلي حتى شي واحد يهبطك وما تخلي حتى شي واحد يقلل لك من القيمه ديالك، اعطي قيمه لراسك باش واحد اخر يعطيك قيمه. كيفاش انتي ما عطيتيش قيمه لراسك وبغيتي واحد اخر يجي ويعطيها لك؟ راه خصو يشوفك تايقه في راسك وعاطيه قيمه لراسك، وكتضربي الحساب لراسك وخايفه على صحتك وخايفه على قرايتك وخايفه على خدمتك، وتايقه في راسك وكتقولي انا غزاله زوينه، ماشي انا اللي كاينه وانا ديك الهضره، لا اي وحده تهلا في راسها لراسها، ديري وصفات، خرجي مع صحباتك، ديري قهيوه، تقولي لي ما عنديش قهيوه ب 10 درهم نمشي ناخذ هيك كافي كريم ولا اتاي ونجلس مع راساتي ونضحك ونلعب ونخرج هنا ونشري حوايج ونجوطيه نشري لي ماك ونثيق في راسي ونخدم على راسي، وكتعجبني واحد الحاجه نديرها هنا قدام عينيا ونقول انا غادي نحققها، راه حيتاش العزيمه هي كلشي. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم وانه يكون فادكم، فما تنساوش اخواتي توصلوه بزاف ديال لايكات كنحماق عليكم، ما تنساوش تبعوني على الانستغرام ديالي غنخلي لكم في شي بلاصه هنا، وصافي هذا مكان، شكرا بزاف للتفاعل ديالكم، بيزو لكم.